اهلا بكم في حلقه جديده من بيتا سيستمز توتوريال اعداد المهندس كرول سراب. حلقه النهارده هناخد البيك كيت 2 بروجرامر، ازاي هحرق او انزل الكود الهكس للكود اللي انا كاتبه على المايكرو سي وهنزله على شريحه المايكرو كنترول. يلا بينا نبدا. عموما بيك كيت 2 تايبس، في نوعين، في النوع ده اللي هو زي اي اف سويتش، وفي النوع ده اللي بيبقى ايه ليه باكج كده متغلف شويه. الاثنين متاحين في السوق، طبعا كل واحد ليه ميزه عن التاني، ان ده عندك مش محتاج اسلاك تاخدها توصلها من البرنر للمايكرو كنترولر مباشره، هتقلع المايكرو كنترولر من الدايره وهتحطه على الزي اي اف سويتش هنا، ومجرد ان انت هتوصل البرنر ده بالكمبيوتر عن طريق اليو اس بي وتحرق الكود ببساطه، وده هنشوف خلال الفيديو. اما ده في عيب هنا، ان انت محتاج البين هيدر دي توصلها بالمايكرو كنترولر، فمحتاج اسلاك، محتاج تعرف البنات اللي هتتوصل بيه واماكنها واسمائها. الميزه اللي فيه ان انت بتحرق الكود على المايكرو كنترولر عن طريق البيك 2 اللي هو الشكل ده، ان المايكرو كنترولر بيكون داخل الدايره، ان انت مش هتخلع المايكرو كنترولر من البورده بتاعتك او من دايرتك، بيبقى على الدايره نفسها. دي الميزه اللي فيه. طبعا في بعض المشاكل اللي بتقابلك فيه، فعشان كده انا بفضل النوع ده، ان انت يفضل ان انت تخلع المايكرو كنترولر من الدايره بتاعتك وتحطه هنا وتحرق عليه الكود. وده صورة مكبرة زي ما انتم شايفين كده، هنخوض فيه بالتفصيل. عموما البيك 2 عندنا هنا بيعتمد على بيك 18F2550 اللي هو المايكرو كنترولر ده، اسمه بيك 18F2550. اما المايكرو كنترولر بتاعك اللي بتوصله بالدايرة بتحطه هنا مكان الزي اي بي سويتش هنا او الزي اي اف سويتش. طب ليه بستخدم بيك 18F دي؟ عشان دي بتدعم اليو اس بي، عشان اقدر احول البورده دي ليو اس بي كونكتور عشان اقدر اوصله بالكمبيوتر، مش اكتر كانترفيس مش اكتر، لكن المايكرو كنترول الاساسي بيتحط هنا. تمام. طبعا الدايره دي او البورده دي او البروجرامر ده بيدعم ال 8 بت مايكرو كنترولر، ال 16 بت، ال 24 اتش، 32 بت، كمان بيدعم الدي اس بي بيك مايكرو كنترولر، يعني كل انواع المايكرو كنترولر من عيله البيك بيدعمها البرنر. خلي بالك الدي اس بي بيك ده طبعا سيرفس ماونت، يعني ما ينفعش يتحط هنا. طب اعمل ايه؟ لا ده انا بحطه على التست بورد عن طريق الجامبرز اللي هنا او البين هيدر اللي هنا، هوصله هوصل البرنر ده بالمايكرو كنترولر عن طريق مين؟ البين هيدر دي، وبعرف الاماكن او البنات اللي هحرق عن طريقها البرنامج. طبعا معروف ان البيك 2 مشابه جدا للبيك 3، مفيش فرق تقريبا، طفيف جدا. بيقول لك كمان ان هو اوبن تو ذا بابليك، يعني متاح للجميع من ناحيه الهاردوير، الهاردوير اللي هو السيماتيك دي الدايرة موجودة على الموقع، تقدر تنزلها وتعملها في البيت. كمان الابليكيشن بروجرام بتاعه متاح برضو، السوفت وير متاح، كل حاجة متاحة، ده ميزته. طبعا يلا بينا نشوف الفيتشرز بتاعته بالتفصيل. اول حاجة قلنا ان هو سبورت الموست اول بيك مايكرو كنترولرز، كل الانواع. كمان مش محتاج اكسترنال باور سبلاي، مجرد ان عن طريق اليو اس بي ده بتوصله بالكمبيوتر بياخد تغذيته من الكمبيوتر عن طريق اليو اس بي. في ميزه ثانيه ان هو اوتو ديفايس ديتكشن، بمعنى ان انت اول ما تحط المايكرو كنترولر هنا السوفت وير اللي على الكمبيوتر هيعمل ديتكت اوتوماتيك للنوع المايكرو كنترولر واسمه ومواصفاته كل حاجه، اوتو ديتكشن. كمان سيلف ابديتنج فيرموير، يعني هو مش بيحتاج حاجات اضافيه كبروجرامر اضافي ولا اي حاجه، بمجرد ان بلاج اند بلاي. طبعا في سوفت وير صغير ان انت ايه بتحرق عن طريق الكود. كمان قلنا زي اي اف السوكت اللي هنا ده اقدر احط عليه كل انواع المايكرو كنترولر من عائلات ال 16 اف ل 12 اف، ال 16 اف، ال 18 اف وال 10 اف. كمان بيقول لي ان في اي سي اس بي ان سيركت سيريال بروجرامنج اللي هو البين هيدرز اللي هنا دي، عن طريق ان انا ببرمج بيها الدي اس بي بيك. تمام. عندنا هنا كمان بيدعم المايكرو كنترولرز اللي بتتغذى ب 3.3 فولت وال 5 فولت، بيدعم النوعين. وكمان ان عندي اتنين ليدز هنا زي ما انتم شايفين كده، في ليد هتبقى حمراء دي خاصه بالباور، اول ما توصل الباور الليد الحمراء بتنور. في ليد تانيه جرين اللي هي الخضراء دي، لو انت هتحرق الكود من الكمبيوتر للبرنر او بتاخد الكود من المايكرو كنترولر للكمبيوتر هتلقى الليد الخضراء دي منوره، دي خاصه بترانسميت والريسيف للكود بتاعك الهكس. كمان قلنا ان هو بيدعم اليو اس بي، مش محتاج توصيلات معقده ولا حاجه، مجرد يو اس بي بتوصله بالكمبيوتر. في حاجات مهمه قبل ما نكمل، اختيارك للبرنر او البروجرامر بتاعك لازم تعرف ان هو بيدعم المايكرو كنترولر بتاعك، وكمان بيشتغل على النسخه اللي على اللاب بتاعك، من ناحيه ان هو بيدعم الاوبريتنج سيستم، هل هو ماك ولا هو ويندوز، لازم تتاكد هو شغال على انهي نسخه،
رقم اتنين لازم تتأكد المايكرو كنترولر بتاعك هل البرنر ده بيحرق الكود عليه ولا لأ، بيدعمه ولا لأ قبل ما نشتري. نبص عندنا البرنر بتاعنا هنلقى فيه اتنين جامبر هنا. في البداية قبل ما اوصل بالكمبيوتر اعمل ايه؟ بشيل المايكرو كنترولر من على الزي اي اف سويتش، يبقى اعمل ايه؟ انا بلاك ذا تشيب من الزي اي اف سوكت اللي هنا طبعا. ولو انت موصل البرنر ده للمايكرو كنترولر عن طريق الاي سي اس بي اللي هو قلناه اللي هو البن هيدر اللي من بره، طبعا هتشيل الاسلاك. ده اول خطوه. الخطوه الثانيه لازم تعرف الجامبر بتاع الفاميلي بتاعك. المايكرو كنترولرز كل نوع بيختلف عن الثاني في عدد الارجل. في عندنا 8 ارجل، في 14 رجل، في 20، في 28، في 40. فعشان كده لازم تعرف المايكرو كنترولر بتاعك فيه كام رجل. لو مثلا هناخد مثال البيك 16 اف 78 ايه ده فيه كام رجل؟ 40. يبقى اجي على الجامبر ده واخليه ناحيه اليمين عشان يبقى ناحيه ال 40 رجل. طب لو المايكرو كنترولر بتاعنا زي بيك 16 اف 84 ايه ده طبعا اقل من 28، يبقى ابص على ناحيه الشمال 18 و14 و20 رجل، يبقى اشيل الجامبر اللي هنا ده احطه ناحيه الشمال. تمام، زي بيك 16 اف 84 ايه. لازم اعمل سيتنج صح عشان احرق صح، عشان ما احرقش المايكرو كنترولر بتاعي. الحاجه الثانيه ان عندنا في سوكت خاص بالتغذيه، مش التغذيه بتاعت البورده، لا تغذيه المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر بتاعك ريكوايرد 5 فولت ولا 3.3 فولت؟ لو هو بيشتغل بخمسة هتخلي السوكت ده ناحيه الخمسة، لو هو بيشتغل ب3.3 تخليه ناحيه 3.3. ده التارجت بتاع السبلاي بتاع المايكرو كنترولر نفسه. بعد كده هروح اعمل بلجين لليو اس بي كيبل، هوصله في البورده وهوصله في الكمبيوتر. هنلقى الريد ليد عندي نور تيرن ات اون. وبعد كده هنحط المايكرو كنترولر على الزي اي اف سويتش، زي اي اف سويتش اللي هو هنا ده، تمام، اللون الاخضر ده. فبيقول لك مش بتحطه عشوائي، هنا هتلقى الزي اي اف سويتش اصلا عباره عن 40 هول، 40 فتحه. طب ممكن مايكرو كنترولر يبقى عندنا 8 ارجل بس، احطه فين؟ احطه هنا ولا هنا ولا هنا؟ احطه في انهي مكان؟ لا، بيقول لك لو العيله بتاعتك 10 اف تيجي هنا تحطه بالشكل ده. خلي بالك النوتش اهي، النوتش دي بتحدد ان دي رجل واحد، رجل اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، سبعه، تمانيه. تيجي النوتش دي تحطه بالوضع ده، بتحطه قدام الخانه 36 الموجوده في الزي اي اف سويتش. يعني اول خانتين في الزي اي سويتش تسيبهم فاضيين وتحط المايكرو كنترولر في اتجاه معاكس لتحت. تمام؟ بعد كده هتمسك الدراع ده ترفعه لفوق عشان تثبت اللي ايه؟ المايكرو كنترولر. طب لو العيله 12 اف هتحطه بالشكل ده، خلي بالك النوتش هنا على الشمال، يبقى دي رجل واحد. تحطه في المكان رقم 10 في الترتيب هنا. طب 24 ال سي يبقى بالشكل ده. طب 14 بن ام سي يو مايكرو كنترولر تبقى بالشكل ده. بيختلف بناء على عدد الارجل بتاعت المايكرو كنترولر. 18 بن بالشكل ده، 20 بالشكل ده. طب ال 28 بن بالشكل ده. ال 40 بن ال 40 بن تبقى بالشكل ده. زي البيك 16 اف 78 اللي احنا هنشتغل عليه. يبقى النوتش احطها فوق وهتلاقيها بنفس ترتيب ده اللي هو الهولز الخاصه بالزي اي اف سويتش. خلي بالك كمان ان ده كل المايكرو كنترولرز اللي هي الانواع اللي هي ليها ارجل طويله اللي بتحط على التست بورد. الدي اس بيك طبعا فاميلي دي عباره عن سيرفيس ماونت، ما ينفعش احطها في الزي اي اف سويتش. طب هبرمجها ازاي؟ عن طريق اي سي اس بي سوكت اللي هو البين هيدرز الموجوده اضافيه على البرد. خلي بالك ان انت هتسطب اول حاجه السوفت وير. السوفت وير اسمه بيك 2 سيت اب دوت اكس اي اكس اي، ده موجود على النت او متاح، ممكن تنزله. لو مش عارفين تنزلوه اتركوا لي تعليقاتكم في الكومنتس تحت الفيديو وان شاء الله هرفع لكم لينك للبرنر ده. طيب هنعمل انستول. بعد ما تعمل انستول طبعا هتعمل ايه؟ رن للبروجرام عندك، لان هيبقى في ايقونه عملت شورت كات على فين؟ على الديسك توب، اسميها بيك 2 طبعا فيرجن 2.6. نتبع الخطوات اللي انا هقولها بعد شويه. اول ما هتفتح البرنامج بعد ما انت تسطبه وتطلع الويندو بالشكل ده. في البدايه لو انت مش حاطط المايكرو كنترولر، لو انت مش حاطط، يبقى كده بيقول لك نو ديفايس فاوند. ديفايس بيقول لك نو ديفايس فاوند، يعني ما فيش مايكرو كنترولر اصلا متوسط. يبقى اول حاجه يا اما الرساله اللي هتطلع دي، يا اما المايكرو كنترولر مش محطوط على البرنر، يا اما البرنر نفسه مش متوصل حلو مع كمبيوتر. تمام، اول حاجه هنحط المايكرو كنترولر بتاعنا على البرنر، هنحطه ونثبته بالزي اي اف سويتش. اول ما تحطه
هتلقى برضو بيقول لي نو ديفايس، اعمل ايه؟ باجي للديفايس فاميلي في المنيو اللي فوق دي، اضغط على ديفايس فاميلي عندي واختار الميد رينج، وبعد كده ستاندرد لو انت شغال على البيك 16 اف 78 ايه، يبقى ديفايس فاميلي وبعد كده ميد رينج بعد كده ستاندرد. اول ما هعمل دول هلقى اوتوماتيك اتعرف على المايكرو كنترولر بتاعنا عند الديفايس كده، طلع لي اسمه اهو، وبعد كده بيقول لي ايه ميد رينج ستاندرد ديفايس فاوند، خلاص كده هو اتعرف عليه كده، هو عمل ديتكشن لي. طيب لو عندي البروجرامر نتورك ولا التشيب كمان ما اتسطبتش او مش محطوطه كويس، يبقى يا اما البروجرامر مش شغال حلو او التشيب انت مش حاططها حلو، هيقول لي نو ديفايس فاوند. يبقى نو ديفايس فاوند ليه احتمالين، يا اما المايكرو كنترولر انت مش حاطه، ده اول خطوه. رقم اتنين، يمكن ان انت حاطه وهو محروق. الخطوه الثالثه او الحاله الثالثه، ان ممكن يبقى في مشكله في البرنر نفسه، تمام؟ يبقى نو ديفايس فاوند زي ما قلنا، خلاص نو ديفايس ديتكتد، دي للحاله الثانيه. طب نفترض ان انا عايز ارفع الكود من على الكمبيوتر بتاعي للمايكرو كنترولر الموجود على البرنر بعد ما عملنا ليه ديتكشن او عرفناه، خلاص اعمل ايه؟ اول خطوه سيادتك المفروض ان انت تعمل ديليت والحاجات دي، بس يهمنا ان انا ارفع ازاي. بص كده، عشان ترفع تروح فايل وتقول له امبورت هيكس، يبقى من فايل امبورت هيكس هيروح يفتح لك ويندو يقول لك هات الهيكس بتاع الكود اللي انت عايز ترفعه، وبتجيب الهيكس طبعا ببساطه خالص، تمام؟ مفيش مشكله. بعد ما تجيب الهيكس طبعا هيطلع لك الويندو ده، هتلقى المنطقه دي خاصه بالكود بتاعك، الويندو اللي في النص دي خاصه بالكود، هتلاقيها اتغيرت، معنى كده ان الهيكس اتحمل هنا، تمام؟ ولو انت بتستخدم الاي سكوير بيروم خلال البرنامج بتاعتك، الاي سكوير بيروم الداتا بتاعتها خاصه هنا. خلي بالك الاي سكوير بيروم الديفولت بتاع كل لوكيشن ليها اف اف، يعني 255، يعني الديفولت ليها انها مليانه 255 لكل مكان. لو انت مغير في اي قيمه هيظهر هنا. طب الكود بتاعك اللي انت كنت كاتبه على المايكرو سي الهيكس فين؟ هيطلع هنا بعد ما تعمل امبورت، تمام؟ هيطلع لك رساله بيقول لك هيكس فايل سكسسفولي امبورتد، تمام؟ طبعا لو انت عايز تغير الست بتاع الفيوزز من هنا، ولو قلنا ده الخاص بالبروجرام ميموري داتا وده الاي سكوير بيروم داتا. تعال مع بعض نشوف الخطوات ازاي. يهمني ان في ايقونات كده كانت موجوده فين على الويندو دي. بص كده الايقونات دي هنشرحها بالتفصيل، ركز معايا كده. ايقونه ريد لو في المايكرو كنترولر على البرنر هنا، لو في كود على المايكرو كنترولر انت عايز تقراه، انت عايز تاخد منه نسخه على الكمبيوتر، عايز تسحبه عن طريق الايقونه اللي اسمها ريد او البوتون اللي اسمه ريد. ده بيعمل ايه؟ اول حاجه بيعمل ريد للداتا البروجرام ميموري، تمام؟ البرنامج الاصلي. لو انت كنت كاتب حاجات على الاي سكوير بيروم من قبل كده وموجود على البيك، بيستدعاها وبيطلعها، وكمان اليوزر اي دي والكونفيجريشن بيتس، تمام؟ ده كله بيطلع عن طريق الامر ريد، تمام؟ هتلقى هنا الويندو، الويندو اللي هنا دي اول ما تعمل ريد هتتغير قيمها. ليه؟ هو قرا الهيكس من فين؟ من البيك، طلعه على السوفت وير ده. وكمان الاي سكوير بيروم هتتغير، معناها انه قرا الداتا الخاصه بالاي سكوير بيروم اللي على الشيب عندك، قراها وطلعها في الويندو اللي هنا. طب هي طلعت في الويندو انت خزنتها؟ لا ما خزنتهاش، فعشان تخزنها لازم تعمل فايل اكسبورت، وده هنشوفه بعد شويه. يبقى عرفنا ان امر ريد بيعمل قراءه للكود اللي على البيك، يعني قرا من البيك للكمبيوتر. طب لو انا عايز احرق يا باشمهندس، الامر اسمه رايت. رايت ده ان انا احرق الكود بتاعي من الكمبيوتر للمايكرو كنترولر، تمام؟ عن طريق ان انا بحرق الكود الخاص بالمايكرو كنترولر بروجرام ميموري والداتا ميموري وكمان الاي سكوير بيروم وكل حاجه. طب فيرفاي، ما انت بس سيادتك بعد ما تحرق الكود لازم تعمل فيرفاي. تعمل فيرفاي ازاي؟ تعمل تاكيد هل الكود اتحرق ولا لا، انه بيعمل مقارنه. الكود اللي نزل على المايكرو كنترولر هو نفس الكود اللي موجود على السوفت وير هنا، لو لقيت الاثنين في تطابق يبقى كده حرق الكود صح، تمام؟ نروح للامر اللي بعد كده، اريز ده يمسح. طب نفترض ان في كود هنا على المايكرو كنترولر عايز امسحه، اعمل ايه؟ اريز ده يمسح الكود اللي موجود على المايكرو كنترولر، ولا يقرا ولا يخزن او يرفع عليه، لا ده يمسح، يمسح فقط، تمام؟ في كمان بلانك تشيك، مش انت بعد ما تمسح الكود هنا اللي على المايكرو كنترولر محتاج تعمل بلانك تشيك؟ كلمة بلانك تشيك يعني بيعمل فحص هل المايكرو كنترولر فاضي ولا لا. خلي بالك في نقطة مهمة، ان انت المايكرو كنترولر بتاعك لو عليه كود وعايز احرق عليه كود تاني ما ينفعش يحرق، لازم امسح الكود الاولاني. تاني، لو المايكرو كنترولر عليه كود قديم وانا عايز احرق عليه كود جديد، يبقى اول خطوه لازم امسح، يبقى استخدم اريز الاول.
طب لو انت عايز تعمل ريد الاول، تقرا الكود الاول، تسحبه على الكمبيوتر تعمل ريد. طب لو انا مش عايز اعمل ريد، عايز امسح على طول، يبقى اول ما اوصل مايكرو كنترولر اعمل اريز الاول. الاول بعد ما اعمل اريز يعني مسحت خلاص، اعمل بلانك تشيك. بلانك تشيك دي بيعمل لي تاكيد هل المايكرو كنترولر بقي فاضي، هل انا مسحت عليه كل الكود ولا في مشكله تظهر. طبعا ده الكلام ده هنشوفه في الفيديو العملي بالتفصيل في نهايه الفيديو ده. بلانك تشيك قلنا بيعمل ايه؟ فحص ان البيك بتاعك او المايكرو كنترولر فاضي ولا لا. خلي بالك كمان احنا قلنا ان ريد ده بيعمل قراءه من المايكرو كنترولر للكمبيوتر. عشان اعمل سيف للهكس تروح تفتح فايل، فايل تقول له اكسبورت فايل، فايل اكسبورت فايل او اكسبورت هكس، عشان ياخد الهكس ويخزنه على الكمبيوتر. طبعا هنروح نشوف دلوقتي الفيديو العملي بالتفصيل. ده المايكرو كنترولر بتاعنا بك 16F870A اللي اشتغلنا عليه خلال السلسله. قلنا طبعا البن 11 هنا و12 بتتوصل بالفي سي سي والارضي، وقلنا ادي الكريستال على 13 و14، الكريستاله بتاعتنا 8 ميجا، عشان كده بوصل مكثفين 33 بالارضي، تمام؟ والكلام ده شرحناه قبل كده. وكمان قلنا هنا 31 و32 عبارة عن ال VCC بالموجب وبالسالب. أنا مطلع هنا من بورت بي كله على الليدات، خلاص زي ما أنتوا شايفين كده، وبتعمل إيه؟ تعمل فلاشر. وطبعًا الليدات معروف إن بيتوصل معاها مقاومة 330 أوم، وطرف الليد النهائي لازم ده يتوصل بالأرض يرجع تاني للأرض بتاع المايكرو كنترولر عشان تقفل الدايرة. تمام شباب؟ زي ما أنتوا شايفين كده دي التوصيلة. هنتعلم النهاردة إزاي نحرق البرنامج على المايكرو كنترولر بتاعنا. ده بيك 2 اللي هنحرق بيه البرنامج ده، عباره عن مبرمجه او برنر. هنا في سويتش زي اي بي سويتش، ليه دراع زي ما انتم شايفين هنا كده، ده الدراع بتاعه. خلاص بثبت المايكرو كنترولر، بطلعه من البورده طبعا، بطلعه عادي خالص زي ما انتم شايفين كده. المايكرو كنترولر لما اجي امسكه كده في الاتجاه ده، ما ينفعش امسكه كده، تبقى فيه ستاتيك تشارج على صوابعك فممكن تحرق المايكرو كنترولر. بيتمسك كده الشطفه زي ما احنا قلنا اهي من فوق، شايفين الشطفه هنا هي دي، وده مين نوتش كده عشان اعد، اقول 1 لغايه 20، الف كده لغايه 40 فوق، تمام؟ بحط النوتش دي او الشطفه كده في الاتجاه ده على البيك 2. لو عكست الاتجاه ممكن احرق المايكرو كنترولر، يبقى تبقى الشطفه فوق او النوتش هنا من ناحيه الدراع، يبقى الدراع عندي كده هنا زي ما شرحنا في السلايدات. ده عباره عن مايكرو كنترولر بك 18 هيستخدم عشان اشغل المبرمجه قدامي او البورده، بالاضافه لترانزستورات ومكثفات ودايره بي سي بي عاديه. في اتنين جامبر مهمين قوي. المايكرو كنترولر بتاعنا هنا عباره عن 40 رجل. قلنا الجامبر ده بيبقى ليه وضعين، يا اما لو كان عندك المايكرو كنترولر 28 رجل او 40 رجل خلي الجامبر ده ناحيه اليمين، لو المايكرو كنترولر 8 او 14 او 20 رجل الجامبر ده بتشيله خالص من هنا كده وتركبه ناحيه الشمال زي كده، بتشيله زي ما انتم شايفين كده، انا شيلته اهو بركبه ناحيه الشمال، خلاص بركبه ناحيه الشمال هنا، انا اصلا بوصله ناحيه اليمين هنا خلاص مش محتاجه شمال. المايكرو كنترولر بتاعنا لو بيشتغل ب 5 فولت في جامبر تاني خاص بالتغذيه، لو هو بيشتغل ب 5 فولت بتوصله على ال 5 فولت، بتحط الجامبر ناحيه اليمين عشان تظبطه على ال 5 فولت هنا، تمام؟ اما لو كان مايكرو كنترولر بيشتغل ب 3.3 من 10 فولت بتنقل الجامبر هنا، تمام؟ يعني في انواع بتشتغل ب 3.3 من 10 وفي انواع بتشتغل ب 5. طبعا المايكرو كنترولر بتاعنا من عائله بيك بيشتغل ب 5، وقلنا دي 40 رجل، يبقى بحط مين الجامبر ده ناحيه اليمين كده، يبقى الاثنين ناحيه اليمين عشان ابقى موصل صح، عشان ابرمج صح. طبعا هنا في يو اس بي هوصله بالكمبيوتر دلوقتي. طبعا زي ما انتم شايفين لما فتحنا السوفت وير مباشره هو عمل ديتكشن اوتوماتيك، يعني هتلقى هنا عند الديفايس دي هيقول لك بيك 16F870A، مباشره عمل ديتكشن. ده في حاله ان انا موصل المايكرو كنترولر على البرنر قبل ما افتح السوفت وير، قبل ما افتح البيك 2 بروجرامر سوفت وير على الكمبيوتر، عمل ديتكت اوتوماتيك. دي ميزه رائعه طبعا فيه. ده في حاله ان انت لو وصلت المايكرو كنترولر قبل ما تفتح السوفت وير. طب نفترض ان انا هشيلها كده، مش هوصل الاول اهو، هشيلها واروح اقفل هنا واروح افتح السوفت وير الاول بيكت، افتحه الاول كده خلاص زي ما انتم شايفين كده، بيقول لي نو ديفايس مين فاوند. بعد ما انت فتحت كده بتروح توصل دي مثلا، طبعا قلنا الشطفه من فوق ما تغلطش عشان ما تحرقش المايكرو كنترولر. هتيجي بعد كده هنا هتلقى نو ديفايس فاوند، اعمل ايه؟ لازم اعمل ريفريش للبرنامج، يا اما تقفله وتعيد فتحه، دي احدى الطرق، يا اما الطريقه الثانيه بتروح لديفايس فاميلي عندك هنا وتقول له ميد رينج ستاندرد، لان المايكرو كنترولر بتاعنا
بيقع في منطقة الميد رينج ستاندرد، تمام؟ تختار ستاندرد كده هتلاقي اوتوماتيك ارا، طول ما هو ارا هيبقى المايكرو كنترولر شغال تمام. هنلاقي في ايقونات تحت هنا زي ما احنا شرحنا. اول ايقونه اسمها ريد، ايقونه ريد اللي هنا ده ان انا المايكرو كنترولر بيبقى عليه كود انا محتاج اقراه عندي على الجهاز، يبقى في كود هنا هيكس عايز اقراه على الجهاز. فلو انا عملت ريد كده هتلقى الليد اللي هنا دي نورت، الليد دي خاصه بالداتا، اللي هي الليد دي خاصه بالداتا، والليد اللي هنا دي خاصه بالباور. الليد دي منوره يعني وصل له باور كده من الكمبيوتر عندي هنا، خلاص. الليد دي لما تنور معناها بترسل او تستقبل داتا، خلاص، خاصه بالداتا. طبعا انا عملت ريد، لما عملت ريد القراءه كلها طلعت في الويندو اللي تحت كده، يبقى ده الكود اللي كان موجود على المايكرو كنترولر، تمام. طبعا انا مش هعمل ريد خلال الكورس، مش هعمل ريد خالص، انا كله ان انا هحرق الكود من الكمبيوتر للمايكرو كنترولر عندنا هنا. اعمل ايه؟ اول حاجه بعمل اريز، بمسح الكود اللي على المايكرو كنترولر. يبقى اول خطوه في كود على المايكرو كنترولر هنا بمسحه عن طريق الايقون اسمها اريز، او السويتش ده اسمه اريز. عايز اتاكد ان فعلا اريزنج ديفايس كومبليت، اعمل بلانك تشيك. بلانك تشيك ده بيعمل تشيك على المايكرو كنترولر هل هو بلانك ولا لا. خلي بالكم هنا، شوف طلع لي بيقول لي ايه، نوت بلانك، يعني هو مش فاضي، في مشكله. اعمل اريز تاني، بعد كده اعمل بلانك تشيك. في، بص كده، نوت بلانك، في مشكله. يبقى اعمل ايه؟ كده انا اشيل المايكرو كنترولر بتاعي كده، في مشكله، اوصله تاني. طبعا المشاكل دي ممكن تقابلكم، فلازم تتاكد بالطريقه اللي انا بقولها او بالخطوات اللي انا بقولها. طبعا اول حاجه اعمل ديفايس ميد رينج ستاندرد عشان اعيد قراءه مين، المايكرو كنترولر بتاعي، خلاص. هو بيقول لي فاوند، خلاص اهو. اعمل اول حاجه اريز تاني، بلانك تشيك. شفتوا هنا كده، كده دي القراءه الصحيحه للمايكرو كنترولر، يبقى خلاص ديفايس از بلانك، يبقى كده هو فعلا فاضي تماما من الكود. نروح بعد كده، بعد ما انت عملت بلانك تشيك عليه وتاكد فعلا ان هو خلاص بقي فاضي، اعمل ايه؟ اروح لفايل امبورت هيكس، تدور على الكود اللي انت عايز تحرقه، بتدور على الكود اللي انت عايز تحرقه دايما دوت هيكس، دايما بتدور على دوت هيكس عندك هنا. دبل كليك كده، اول ما تعمل دبل كليك هتلقى الهيكس اللي هنا اتغير، يبقى ده الهيكس اللي انت هتحمله. اعمل ايه بعد كده؟ بعد ما انت الهيكس بيقفل في الويندو قدامك هنا، بعمل له رايت. كلمه رايت دي يعني بيحمل الكود او الهيكس من الويندو دي اللي انت شايفها للمايكرو كنترولر. دي الخطوه اللي بعد كده، يبقى اعمل رايت، هينقل الهيكس من هنا للمايكرو كنترولر هنا. قال لي ايه؟ سكسسفول عندي، وعايز اتاكد ان البرنامج فعلا اتحرق بالطريقه الصحيحه، بضغط على ايقونه فيرفاي، بيعمل لي تاكيد هل فعلا الكود اتحرق ولا لا. ازاي؟ الكود اتحرق قبل كده اللي هو عن طريق الامر اللي اسمه رايت، نزل هنا، فبيبتدي يقارن الكود اللي هنا مع الكود الموجود في الويندو، لان الويندو دي انا جبتها عن طريق امبورت من هنا، لما عملت امبورت بايداء الهكس اللي هو بتاع الكود، بيقارن الكود الهكس اللي هنا مع الكود اللي كان موجود على المايكرو كنترولر لما عملت رايت، خلاص، عن طريق فيرفاي. خلاص كده ان هو سكسسفول عندي، يعني كل حاجه سليمه والدنيا تمام. يبقى كده ابتدي اقفل عندي مين، المايكرو بيك 2 بروجرام، خلاص اقفله كده، مهمته انتهت، وابتدي عندي افصل اليو اس بي واطلع المايكرو كنترولر بتاعي. هطلعه دلوقتي اهو، هبتدي احطه عندي هنا زي ما اتفقنا اهو في الدايره. طبعا بتحطه بالراحه عشان ايه؟ البنات ما يحصلهاش حاجه، خلاص بتثبته حلو بالراحه. طبعا بتضغط كده بتعمله تثبيت حلو عندك هنا كده، هو اتثبت حلو. بجيب انا عندي التغذيه اهي، موجب وسالب 5 فولت، وموصلها عن طريق يو اس بي. هنشرح طبعا في دايره مستقله ازاي تعمل الباور الخاص بالمايكرو كنترولر، تمام. هتلقى بص كده، ده البرنامج اللي انا حرقته بيعمل فلاش. طبعا بورت بي كله موصله بمقاومات بالبنات بتاعته، وما تنساش اطراف الكاسود بتاع الليد بيتوصل بالارض بمايكرو كنترولر عشان تشتغل. هتلقى فعلا الليدات عندك شغاله بالسيكونس اللي انا كنت شغال بيه في البرنامج، لان ده اكتر من طريقه للفلاشر او فانكشن عاملها عشان تعمل فلاشر. زي ما انتم شايفين كده، حرقنا كده البرنامج صح، عرفنا ازاي نتبع الخطوات بطريقه سليمه، شفنا المشاكل اللي قابلتنا
اثناء حرق الكود وازاي حليناه. ولو عندكم اي اسئله او استفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو. ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله. Thank you.